خايف يصير خبط وين اروح وين اجي وحامل وفي اي لحظه ممكن الد. انا لما حسيت انه قرب معاد ولادتي كنت خايفه كثير انه اولد يعني هنا او اولد بالشارع. غزة ماء أعينهن لأجنة قد لا ترى النور، يحملنها وهنا وقد لا يضعن أبدا، قاسية حتى إذا ما ولدنا بسويعات معدودة وخرجنا على عجل لترك المجال للبقية، والبقية هنا تعني كل المصابين والجرحى، ثم يتركن ليواجهن ندوبهن بلا بلسم يشفي جروحهن. ما تدريش بنج إن الواحد يخفف عنه الألم في الغرز في إشي زي هيك. وبرضه لما ولدت يعني ولدت الساعة 3:30 الفجر ما خلونيش يعني أضن في المستشفى من كتر الزحمة الناس والمرضى اللي هناك، يعني ما قعدت الساعتين 5:30 حكوا لي روحي. تحديات وأوجاع لا يمكن تصورها تعيشها 50,000 امرأة حامل تضيع بأفكار ولادة في المجهول ونزيف قد تجف به دماؤهن. ترتعد أطرافهن بمجرد أن يشتد قصف سترافقه آلام مخاض مسبق لا محالة. كل يوم كانوا يعني اللي حولي يعانوا مني من الخبط اللي أبمي فيه من كتر الخوف اللي أنا فيه من الوجع، يعني كنت فأحكي لهم أنا عد ولدت أنا عد ولدت. يعني مستشفى ناصر استقبلت حالات ولادة من الشمال للجنوب كتير كتير، يعني ضغط بشكل مش طبيعي. تقاسي حوامل القطاع وتعتريهن الأحزان، 9 شهور مضنية قد تنتهي بموتهما معا، حيث تقدر أعداد الولادات يوميا ب180 امرأة يبحثن عن غرفة عمليات، المحظوظة منهن من تصل في سباقها مع الموت إلى مستشفى يستقبل الحالات الطارئة. طبعا هنا يعني أؤكد أنه الآن ليس باستطاعة الكوادر الطبية إلا تقديم الخدمات للسيدات التي في حالة طارئة جداً مثل حالات الولادة وحالات النزيف. يكتوين بصرخات لا تسمع تحت تلك الغارات، قد يتوفين من شدة العذاب، والأخريات منهن قد ينجبن طفلاً منقطع الأنفاس أو يتعرضن لإجهاض بلا سابق إنذار، ما جعل أمنياتهن تتبدل من تحضيرات المولود إلى أن يتمتمن بغصة يا ليت أمك لم تحبل ولم تلدي. وأنا بتمنى أني ما ألدش، يعني حقيقي أنا بتمنى ما ألدش، يضل في البطن وأنا يضل يطلع برا.